السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكدوا لي بس في التسجيل اللي أنكم سامعين في الشات بوكس في الدردشة. تمام، إن شاء الله يعني دائما حيكون المحاضرات على جوجل ميت. طبعا إحنا حكينا قبل إنه ما كنا نعمل جوجل ميت بسبب ظرف، والظرف هو إنه ما في تسجيل في حساباتنا، ولكن هذا حساب القسم ففي تسجيل بإمكاننا نسجل. فهذا واحد. في النقطة اللي هو مش حقبل أي حد بعد 5 دقائق لأنه بضل يقطعني، فياريت إحنا لما ننضم خلال 5 دقائق، يعني من أول ما ببعت الرابط خلال 5 دقائق بننضم. بداية اليوم ناخد اللي هو اللهم صل على سيدنا محمد، الوحدة الثالثة اللي بتحكي عن الجزء الأول منها طبعا. وإن شاء الله يوم السبت بكون في عندنا اختبار قصير في كل اللي حنشرحه. تمام، طبعا عشان تلحقوا قبل تسكير الصفحات وما إلى ذلك. خلينا نبدأ نعرض. طيب تمام، الآن هو في مشكلة مش حشوف أنا يا جماعة المشاركات تبعتكم. تمام، فبالتالي حيكون مشاركات صوت فقط، بديش كتاب. يعني لما حدا بده يشارك بإمكانها ترفع إيدها وأنا بشوفها، وإن شاء الله بسمح لها تحكي. تمام، طيب تمام. اليوم حنبدأ في يونت 3 واللي هي بتحكي عن good times و bad times. وفي الجزئية هاي حنحكي عن ال past tenses، ال past tenses of past simple, past continuous, past simple or past continuous, used to, past perfect and past tenses in the passive. دول مواضيعنا في المحاضرة هاي بإذن الله. بكل بساطة، الأشياء بسيطة وبتعرفوها، لكن حنرجع عليها يعني نقطة نقطة. بداية في الـ past tenses، قالوا we use different past tenses to describe moments and periods of time in the past. يبقى بنستخدم الأزمنة الماضي المختلفة عشان نوصف يعني لحظات وفترات من الوقت في الماضي. طلع المثال هذا لما أقول when we got to the airport at 11، يعني لما وصلنا للمطار الساعة 11، نشوف إيش صار في أوقات مختلفة. كلها هاي أوقات الآن الساعة 12، ولكن باقي الأوقات في الماضي نفترض فرضا. ف when we got to the airport at 11، لما وصلنا الساعة 11 على المطار، the plane had arrived، وصلت ايش؟ الطيارة. past perfect اللي هو هذا زمن الماضي التام. طيب when we got to the airport at 11 ماريا was waiting for us، كانت بتنتظرنا ماريا. نشوف الجملة الثالثة وهذا طبعا past continuous. when we got to the airport at 11 I parked outside the terminal، وهنا انه انا
اصطفيت، يعني كان معايا سيارة، صفيت السيارة outside the terminal، يعني أنا صفيت السيارة خارج التيرمينال. إيش التيرمينال؟ هي المحطة طبعا، تمام. ف اللي هو هذا past simple. إيش الفرق الآن بين الثلاث جمل؟ بكل بساطة قالوا لما أحكي when we got to the airport at 11 the plane had arrived، لما استخدمت الزمن هذا قال وصولي للمطار كان بعد وصول، كان بعد yes بعد وصول، بعد اللي هو وصول الطيارة، يعني كانت الطيارة واصلة ومخلصة بعدين أنا إيش وصلت للمطار. هاي الجملة اللي ركزوا فيها كويس. الجملة الثانية قال when we got to the airport at 11 Maria was getting for us. وهنا ايش الفكرة في الباست كونتينيوس؟ انه الحدث هذا كان بيحصل، تمام، و يعني هو مستمر الحدث الأطول، وحصل خلال حدوثه وصولي للمطار. يعني أنا وصلت للمطار وكانت في هذا الوقت الساعة 11 ماريا بتنتظرنا. طيب آخر حدث اللي هو when we got to the airport I parked outside، وصلت المطار وبعد ذلك اصطفيت خارج المحط. طبعا هنتطرق للنقاط هاي بشكل يعني أكثر، تمام. خلينا نشوف اللي بعد، وهو بداية بالباست سمبل. الفورم اوف ذا باست سمبل از ذا سيم فور اول persons، يعني فيش في اختلاف، وانتم بتعرفوا انه الباست سمبل بس التصريف الثاني من الفعل. فايش بقول؟ هي ليفت ات 3 o'clock، وبرضه بقول they left at 3 o'clock، أو بقول we left at 3 o'clock، I left at 3 o'clock. هل أنا ضفت أي شيء؟ بالطبع لا، ما ضفت أي شيء. كمان بقول they arrived 3 weeks ago. في عندي بعض الكلمات الدالة زي ago، هدول الجملتين مثبتات، فهذا التصريف الثاني وهذا التصريف الثاني. النفي منه بقول she didn't finish on time yesterday. She didn't finish on time yesterday، يعني لم تنهي في على الوقت بالأمس أو بالضبط. I didn't visit، حتى أن في كلمة واحدة اللي هي didn't، وما يأتي بعد didn't إيش بيكون التصريف الأول. طيب كمان الباست سمبل قال the form is the same، نكمل يعني بعض الجمل الأخرى اللي هو WH question اللي هو إيش السؤال. ببدأ بوين، بعديها did، بعدين الفاعل سواء he she we they you أي حاجة، بعدين الفعل في التصريف الأول. يبقى when did he finish the report، what time did his train leave، مفرد جمع مش هتفرق، دائما بستخدم did في WH question. في short answer اللي هو yes or no question ببدأ بdid. did you enjoy the meal، yes or no question، طبعا هيكون جواب yes we did no we didn't، او ممكن اقول yes I did no I didn't. ليش بنستخدمه الزمن هذا؟ to express a finished action in the past، عشان اعبر عن حدث انتهى في الماضي او حدث منتهي في الماضي. فبقول we met in 2000، تقابلنا في سنة 2000 وانتهى الحدث. I went to Manchester last week، ذهبنا للمانشستر سيتي الأسبوع الماضي. John left 2 minutes ago، غادر قبل دقيقتين. بعض الـ actions that follow each other in a story، في عندي سلسلة أحداث يعني بتيجي بالتسلسل في قصة. فمثلا بقول Mary walked into the room and stopped. She listened carefully. She heard a noise coming from behind the curtain. She threw the curtain open and then she saw blah blah blah. بنكمل. فبالتالي ايش اللي كان موجود عندي؟ تسلسل احداث قصة في الماضي، ففي احداث فبالتالي كلها في الماضي.
بسيطة. استخدمها عشان نحكي about situation or habit، عشان أحكي عن عادة في الماضي أو موقف يعني صار في الماضي. طب وهنا إيش بنستخدم؟ هنا إيش بنستخدم؟ الماضي. فبقول when I was a child we lived in a small house by the sea. Every day I walked. الآن قاعد بحكي when I was a child، لما كنت صغير. We lived in a small house. عشنا في بيت. الآن هذا لما كنت صغير. طب هل الأمر الآن ما زال؟ لا. فعشان كده بقاله عادة في الماضي. طبعا الأفضل إحنا بنستخدم دائما used to مع الموضوع هذا، واللي هي اعتدت. ها لما كنا صغار أو لما كنت صغير اعتدت أن أعيش في بيت صغير. طبعا هذا حناخدها في آخر المحاضرة اللي هي used to. فإيش بقول؟ We used to live in a small house. I used to walk for miles. بدل ما أقول we lived in a small house بقول we used to live in a small house. بدل ما أقول I walked for miles I used to walk for miles. فبستخدم بكل بساطة used to بدل الزمن الباست سيمبل، وبتعبر هي برضو عن الباست سيمبل بكل الأحوال. الباست سيمبل في حاجة اسمها spelling of verb، اللي هو كيف أنا بدي أكتب الفعل، كيف بدي أكتب الفعل في التصريف الماضي بإضافة الاي دي. إيش التغيرات اللي بتتم على الفعل أي مكان، سواء كان فعل يعني بسيط مكون من مقطع واحد أو أكثر من مقطع. خلينا نشوف. قالوا أغلب الأفعال بس بنضيف لها اي دي وانتهى الموضوع. أغلب الأفعال فقط بنضيف لها اي دي. طيب فمثلا work بصير worked، want wanted، help helped، wash washed. ضفت فقط اي دي. قالوا بعض الأفعال اللي بتنتهي ب اي قال بس بنضيف دي. like انتهت ب اي ضفت لها دي صارت liked، use used، hate hated، care cared. بسيط. If the verb has only one syllable، إذا المقطع إذا الفعل في مقطع واحد. طيب وهذا المقطع يا جماعة نركز في الجملة هاي، هذا المقطع ينتهي بحرف علة متبوع بحرف ساكن. بدنا نضعف الحرف الساكن وبعدين نضيف الـ ED. طب إيش يعني قصدنا؟ خلينا نشوف الفعل. say stop انتهت بحرف علة بعديه حرف ساكن، رحنا ضعفنا الحرف الساكن فصارت stopped. plan planned، rob robbed. بكل سهولة، أنا بكرر كلمة بكل بساطة كتير. okay but we write cocked seated moaned because there are two vowels. ليش كتبنا هدول ما ضعفنا حرف الكاي؟ لأنه يعني في حرفين علة ورا بعض، هنا في حرفين علة ورا بعض، وكذلك هنا. هذا الأمر يعني يؤثر على كتابة الكلمة. الـ consonant is not doubled، ما بنضعف حرف الساكن في نهاية الكلمة لو كان Y أو W. يعني مثلا play هي Y وتسبق حرف الـ A، هل بدي أحط أنا double Y E D؟ لا. فبقول played show بنفس الآلية showed. In most two syllable verbs the end اللي هو consonant is doubled if the stress is on the second syllable. طيب ايش نقصد؟ ايش نقصد بالمعلومة او بالنقطة هاي؟ يعني في اغلب الافعال اللي بمقطعين
اللي هو حرف الساكن الأخير is doubled if the stress on the second syllable. وهي يعني بدكم تحفظوهم حفظ بحيث إنه أنتم ما تتغلبوا. هم كلمات بسيطة معاكم زي prefer, preferred. النبرة تعلى في الجزئية الثانية عند الفات فعملت double R admitted بنفس الآلية. But we write entered ولكن نقول entered and visited because the stress is on the first syllable. هنا عشان النبرة بتعلى أو بتكون عالية في بداية الكلمة قالوا بنكتبها من غير مضاعفة حرف. هدول الكلمات فقط احفظوها كتابتها بالشكل هذا. Verbs that end in a consonant plus y change the y to ied. وهذه بتعرفوها إذا كان في حرف ساكن بعده y بنحول حرف الواي ل i بعدين ed. فمثلا carry صارت carried, hurry hurried, bury buried. ولكن بنكتب enjoyed because it ends in a vowel plus y. لما تنتهي الكلمة بحرف إلا زائد واي فبروح بكتبها بالاي دي فقط. طيب عارفين طبعا انتوا احرف العله اللي هي الاي والاي والاي والاو واليو. هذول لو اجوا قبل حرف الواي ما بنحاوله بتاتا. There are many common regular او irregular verbs. طبعا في عندي هنا ملف خليني اظهر لكم اياه لحظه. ايقاف مشاركه ونافذة أخرى. هدول الموجودين عندكم في آخر الكتاب وأنا حرفعهم على المودل. هاي الأفعال هي أفعال شاذة. البيس فورم الفعل في التصريف الأول، باس سيمبل التصريف الثاني، والباس بارتيسيبل وهو التصريف الثالث. وطبعا هذا بهمنا نعرفهم. هدول أغلب الأفعال، أغلب الأفعال مش كلهم ولكن أغلبهم أفعال شاذة. التغيير بيكون في يعني صلب الحرف أو الكلمة، مش بيكون في يعني بإضافة إيدي. فمهم إنه إحنا نتعرف على هاي. طبعا حرفع لكم إياها على المودل اليوم إن شاء الله أول ما تخلص المحاضرة. نكمل. time expressions واللي هي تعبيرات بتدل على الزمن هاي، زي مثلا لما اقول I met her قابلتها. طيب last night ليلة امس، two days ago قبل يومين، yesterday morning امس صباحا قابلتها بالامس صباحا. نكمل. In 2001 قابلتها في 2001. In summer في الصيف، when I was young حين أو عندما كنت صغيرا. هدول كلمات دالة بشكل عام على الماضي البسيط. خلصنا الماضي البسيط وأمره يعني سهل، ما فيش فيه أي مشكلة. حدا حابب يسأل أي سؤال بالنسبة للي فات؟ هسمح لكم تحكوا. لا يعطيك العافية يا دكتور. الله يعافيك. تمام، في حدا حابب يحكي شيء غير؟ في خاصية طب انه ترفعوا ايديكم، انا ما بعرف هل في ولا لا. جربوا يعني انتوا ارفعوا ايديكم. موجود. تمام. أنا مش ظاهرة عندي بس ماشي. أها تمام خلاص تمام. خلينا ننتقل للجزئية. past continuous الماضي المستمر، وبرضه زمن يعني بتعرفوا was aware زائد الفعل زائد ing بكل بساطة. فبقول I was learning French. They were driving to Paris. He wasn't waiting for a long time. We weren't waiting for a long time. What was he doing? Where were they studying?
خلينا ننظر للنقاط هاي ومنها بنطلع التركيب. ما اي بكل بساطة اخذت was زائد لان الفعل زائد الاي ان جي، they زائد were زائد الفعل زائد اي ان جي. يبقى مع المفرد حطينا was، مع الجمع حطينا were، بعديهم الفعل زائد اي ان جي. اما في النفي was صارت wasn't بكل بساطة، وير صارت ورنت. بالنسبة للسؤال الأمر يعني كمان مرة سهل، عندي الفعل المساعد was وير، بحطه قبل الفاعل هي وذاي، وبعديهم بيجي الفعل زائد ing. هاي ملخص القاعدة، القواعد كلهم حيظهر. يعني احنا مثلا هنا they، اوكي خلينا بس احنا عشان يتبين الماوس، في عندي هنا they you we اخذت weren't في النفي زائد الفعل زائد ing، فهذا النيجاتيف فورم هو التركيبة المنفية. برضو هنا wasn't زائد الفعل زائد ing، في البوزيتيف اجت were زائد الفعل زائد ing. في السؤال لو لاحظنا هنا مع بعض what was he doing، what بنضيف what W H word أو where أو when أو أي واحدة فيهم، زائد was زائد he أو she أو it زائد الفعل زائد ing. الجمع بدل was بتصير where، بدل الفاعل he و she و it بنحط they you we. في حاجة اسمها short answer اللي هم ال yes or no question، بنحكي هنا بشكل أساسي. خلينا نشوف إيش ال was he looking for me ولا were they waiting outside. Was he looking for me؟ بقول yes he was. Were they waiting؟ No they weren't. بكل بساطة بنفس آلية ال WH question بس بنشيل ال WH word، فبيطلع عندي شكل هذا للأسئلة. فهذا بلخص كل قواعد ال past continuous، تركيبة الجمل أو السؤال WH أو السؤال ال yes or no. زي ما حكينا was he بقول yes he was أو no he wasn't، were they بقول yes they were no they weren't. The past continuous is used. خليني أسمع منكم ليش بنستخدم ال past continuous. اللي حابة تحكي بإمكانها ترفع إيدها وأنا بنادي عليها. نبدأ مع أمل مكاوي. يس أمل، مع إشي مستمر صح؟ اها طب ايش مستمر؟ تمام، يعني كيف؟ يعني حدث مستمر، يعني زي مثلا في وقت الحدث انا بكون بحكي. تمام تمام شكرا يا امل. مين حابة تحكي استخدام اخر؟ احكي انا الباز. بيحصل مثلا لما يكون اشي بيحصل في الماضي، حدث يحدث في الماضي واجا حدث تاني وقطعه صح؟ صحيح تمام. شكرا يا مش عارف اسمك من الظاهر ريم. يا ريم ريم، شكرا يا ريم. تمام، مين عندها كمان شيء؟ سحر، ابو مهادي. talk about something continue in the past، شيء استمر بالماضي وانتهى، أو شيء تمام استمر في قطع. تمام شيء قطعه. تمام، طيب بهيك يعني هو أغلب الاستخدامات للجزئية هاي، الجزئيتين اللي حكيت عنهم. ف ال past continuous بستخدمه to express activities in progress before and probably after a particular time in the past. طيب كيف يعني؟ نطلع على المثال. At 7 o'clock this morning I was having my breakfast. الساعة 7 صباحا أنا كنت أتناول طعام الإفطار. طيب هل أنا يعني بدأت الساعة 7 وخلصت 7 ودقيقة؟ أكيد لا. يبقى أنا بدأت مثلا 7 ل 5، الساعة 7 رن علي شخص فقلت له والله انت لما رنيت علي انا والله I was having my breakfast، انا كنت بتناول وجبة الافطار فعشان كده ما ردت عليك.
وبالتأكيد استمرت يعني 10 دقائق بعد الساعة 7، فهنا الشيء مستمر. You made a lot of noise last night. What were you doing? الليلة الماضية أنت عملت دوشة كتير، إيش كنت بتسوي لما كنت بتعمل في الدوشة؟ فأنا بسأل عن نقطة محددة في الماضي. برضو قالوا بنستخدمها يا جماعة على الوصف for descriptions. طب كيف يعني؟ Jan looked beautiful. She was wearing a green cotton dress. راحوا على فرح، وانتوا عارفين لما يروحوا على فرح لازم يفصلوا العروسة أو أي واحدة يتشغلوا فيها. فإيش قالوا؟ جان لوكت بيوتيفول، والله جان كانت هيك جميلة. She was wearing a green cotton dress، كانت لابسة هيك فستان قطني أخضر. Her eyes were shining in the light of the candles، عيونها كانت تلمع في ضوء الشموع. That were burning nearby، والتي كانت تحترق بالقرب منها. فاستخدموها عشان يوصفوها. She was wearing، her eyes were shining، that were burning. فاستخدمنا الزمن الـ past continuous عشان نحكي عن الوصف. كمان بنستخدمه to express an interrupted past activity، زي ما حكت ريم وزميلاتها قالوا. When the phone rang, I was having a shower. لما رن الجوال أنا كنت باخذ شاور. فالآن الشاور هو الحدث الأطول اللي قطع، تمام؟ يعني أنا كنت بتحمم فرن الجوال. الآن رن الجوال قطع حدث مين؟ الشاور. بالمناسبة قطع الحدث لا يعني توقفه، تمام؟ ولكن هو في حدث طويل. مثلا الحدث كان من الساعة 7 للساعة 7:30 مثلا، الساعة 7:15 رن الجوال. هل أنا وقفت الحمام ورحت أرد على الجوال؟ مش بالضرورة، ممكن ممكن لا، ولكن ممكن أكمل حمامي وأحلق للجوال بكل بساطة. While we were playing tennis، لما كنا بنلعب تنس، it started to rain، مطرت احنا وبنلعب تنس. فممكن يكون ما وقفناش لعب تنس، استمرينا، عشان كده قلنا probably after the event، ويعني بعد النقطة اللي بنحكي عنها ممكن يستمر الحدث. To express an incomplete activity، هذا حاجة جديدة، لما بدي أعبر عن حدث غير مكتمل أو نشاط غير مكتمل. ماذا يعني؟ I was reading a book during the flight. كنت أنا في طيارة وكنت بقرأ في كتاب. إيش معنى الكلام هذا؟ إنه الحدث غير مكتمل، إنه أنا لم أنهي قراءة الكتاب، عشان كده قلت I was reading a book. طب لو أنهيته إيش بقول؟ بقول I read a book during the flight. ها، I watched a film during the flight. شاهدت الفيلم كله خلال الرحلة. تمام؟ واضحة النقطة هاي، بسيطة تحتاج بس إنه تركزوا فيها كويس. إيه طبعا يا جماعة، لو كنت أنا يعني هيك بمشي بسرعة أو شيء أو في حاجة غامضة، حنزل اليوتيوب بإمكانكم، يعني اللقاء على المودل بإمكانكم ترجعوا للسلايدز أو الكتاب. وبالمناسبة يعني أنا نزلت لكم السلايدات قبل المحاضرة، وحصير دائما أنزلها قبل، بحيث إنه أنتم إذا حابين تحضروا تحضروا. الباست سيمبل اور باست كونتينيوس، ايش بدنا نستخدم؟ هل هنستخدم الباست سيمبل او الباست كونتينيوس؟ وايش الفرق بيناتهم؟ Sometimes both tenses are possible. أوقات الزمنين ممكنة، يعني زي ما أقول I'm sorry I didn't go out with you last night. I did my homework. I was doing my homework. الآن بقدر استخدم الزمنين ولكن المعنى يختلف. لما قلت I did my homework focus on the action as a complete fact، يعني أنا بتعامل معي الحدث كأنه مكتمل، تمام؟ يعني I did my homework إنه أنا عملت واجبي، فأنا ما رحتش معك عشان أنا ممكن أكون كنت تعبان، تمام؟ فما قدرت أطلع معك، ف استغليت الوقت وعملت واجب. ولكن في الجزئية أنا I was doing my homework،
focus on the duration of activities. والله أنا كنت بحل في واجبي لما أنت طلعت المرة الماضية، فأنا قاعد بحكي عن توقيت، إنه مثلا والله الواجب كان بياخد فترة ساعة مثلا وأنت طلعت في الساعة هاي، فما بقدر أطلع معك. ففي فرق بين الباست سيمبل والباست continuous، يبقى الفرق يعني بكل بساطة واضح. أوكي، الجزئية الثانية. Questions in the past simple and past continuous refer to different time periods. يعني لما أقول what was Sam doing when the alarm rang، لما أقول what did Sam do when the alarm rang. الآن هذول الأسئلة سؤالين، الأول في الباست كونتينيوس والثاني في الباست سيمبل. اللي في الباست كونتينيوس قاعد the past continuous asks about activities before، يعني إيش كان بيعمل هو قبل ليرن الجوال أو المنبه. He was sleeping، كان نايم. طيب What did Sam do when the alarm rang؟ لما رن الجوال ايش عمل؟ يعني بنحكي قاعدين الاحداث او الانشطة اللي صارت بعد رنة الجوال. يبقى هنا في فرق في الاوقات. الاول ايش عمل بعد؟ الباست سمبل ايش عمل قبل؟ used to. قبل لا ننتقل ل used to، هل الأمور اللي انتهينا منها واضحة يا جماعة؟ أكدوا لي. واضح واضحة. تمام. إيه طبعا أنا حنزل لكم ملف كمان في أسئلة قواعد تطبقوا عليها، بحيث إنه قبل لا تروحوا على اختبار القصير تكون معكم. used to بسيطة جدا. used to بتعبر عن عادة or state in the past that is now finished. يعني عادة أو حالة في الماضي والآن منتهية، يعني تغيرت. فبقول we used to live with our grandmother، اعتدنا أن نعيش مع العائلة، أو سوري مع اللي هي جدتنا. تمام. فالآن ما بنعيش مع الجدة. I didn't used to like chocolate، لم أعتد على حب الشوكولاتة ولكن الآن بحبها. Did you used to watch cartoons؟ هل اعتدت على مشاهدة الأفلام الكرتون؟ ف used to طلعوا على التركيبة تبعتها. used to إجا وراها تصريف الأول وهي بتيجي في الماضي. طيب لما بدنا فيها بقول didn't use من غير دي، تمام؟ to like برضو بنكمل to like. برضو في السؤال بقول did you use to watch cartoons. هاي did. وهنا عندي use to watch cartoons، برضو use ما فيها. يبقى لو سبق أي فعل احنا بنعرف لو سبقه did أو didn't ما بنحط له تصريف يا جماعة. طيب make the sentences with used to. خلينا نشوف الأسئلة هاي، نعمل جمل باستخدام used to. ريما مقيد. يس ريما، خلينا نشوف ريما. Just one second. يلا يا ريما. I used to eat spicy food. I used to eat spicy food. Thank you, ريما. Next، خلينا نشوف سحر. Did you used to have a motorbike? Motorbike. A motorbike, yes. Did you used to have؟ بكل يعني سهولة، الأمر بسيط جدا بالنسبة لـ used to. ننتقل على الـ past perfect، والـ past perfect هيك يعني في أمور بدنا نعرفها في الزمن هذا.
The past perfect بشكل عام refers to an action in the past that was completed before another action in the past. حدثين هما في الماضي يا جماعة. في حدث اللي هو الباست، حدث الباست بيرفكت هو حدث صار قبل حدث آخر. ذاكرين الطيارة؟ قلنا أنا وصلت المطار وكانت الطيارة واصلة، يعني الطيارة وصلت قبل وصولي للمطار. فالحدث اللي فيه الباست بيرفكت هو الحدث يعني اللي هو الأقرب الأبدر، يعني اللي هو اللي حدث قبل. The form of the past perfect the same for all persons. الجميل إنه التركيبة تبعته نفس التركيب لكل الضمائر، يعني بقول he had, I had, we had, you had، والنفي hadn't، وبعديهم بيجي التصريف الثالث زي visited و eaten والكلام هذا. ف يعني ما فيش فيها. طبعا ممكن نختصر ونقول ايد ويد يود والشاكلة هاي. بالنسبة للسؤال ببدأ بوير اللي هو دبليو اتش واد كلمة زائد هاد واللي هي التصريف اللي هو الفعل المساعد هاد. بعدين في عندي يو شي ذي وي اي هي زائد التصريف الثالث. Where had you put the car keys? Where had she put the car keys? Where had they put the car keys? Had he already emailed you? كيف ممكن نجاوب؟ بقول yes he had أو no he hadn't. الأمر سهل. The past perfect is used to make it clear that one action in the past happened before another action in the past. كمان مرة، حدث يحدث قبل حدث آخر. When Paul or Paul arrived, we had finished dinner. أنا بول، حماته ما بتحبه. وصل لما احنا خلصنا، يعني احنا خلصنا العشاء هو وصل، فحظه يعني مش كويس. فهذا الحدث حدث بعد ما بعد وصول سوري قبل وصول فو. فباص سيمبل تيلز ستوري ان كرونولوجيكال اوردر. الماضي البسيط يا جماعه بيحكي لنا قصه في بترتيب زمني تمام محدد. فبقول لارا moved to Canada in 2006. She met Bob in 2007 and they got married in 2009. ففي تسلسل 2006 2007 2009. طب نشوف اللي بعدها. The past perfect can tell the story in a different order. ال past perfect الماضي التام ممكن يقول لي القصة بترتيب زمني غير محدد. يعني Bob and Lara got married in 2009. Lara had moved to Canada in 2006 and had met Bob in 2007. فهنا الأزمنة ما كان فيها ترتيب تمام؟ خلينا نشوف الفرق الآن. بدي أسمع منكم طبعا اللي حابة تسنيم. خلينا نشوف تسنيم ايش الفرق بين الجملة هاي، يعني ايش فهمت من الجملة هاي يا تسنيم؟ تسنيم ما هي؟ When I got her, عمر left. يعني لما أنا ذهبت عمر غادر، لما أنا أجيت عمر غادر. طيب يعني مين اللي صار في الأول ومين الثاني؟ اللي صار في الأول when I got her. تمام. عمر ليفت اللي بعديها هي الباست بيرفكت. يبقى انا لما وصلت عمر غادر. ففيرست عمر غادر. فيرست اي جت هير او اي ارايفد، او بدايه انا وصلت ذن عمر ليفت. الان الجمله الثانيه واللي استخدمنا فيها الباست بيرفكت، مين حابه تجاوب؟ ريم ابو سويرح. When I got here, Umar had left. لما أنا ذهبت هناك عمر غادر. الفعل الأول when I got here, Umar had left.
لما أنا ذهبت هو الحدث الأول. أها. مباشرة غادر عمر. لا إحنا تو حكينا إنه الباست بيرفكت هو الحدث اللي صار قبل، يعني مغادرة عمر. أفهمت الحين عمر غادر لما أنا رحت هناك. لا عمر غادر قبل ما أنا أصل. طيب أقول لك إياها بطريقة ثانية، لما أو عندما وصلت كان عمر قد غادر. هيك صح. اللي هو أنا عارفك فاهمة بس مش عارفة مش قادرة أعبريها. يعني ما يا شهد. يعني الحدث الأول هو غادر، يعني ليفت طبعا هو الفعل اللي صار بالأول أكيد. صحيح، ففيرست عمر ليفت، في الأول هو غادر، then I arrived، وبعدين أنا وصلت للمكان. تمام شكرا لكم، نكمل. The past perfect continuous refers to longer actions or repeated activities. الآن في زمن الماضي التام المستمر، وهو بيعود على أحداث أطول أو أحداث متكررة. فبقول by six I was hungry because I had been playing tennis all afternoon. وطبعا هو غالبا مستخدمها مع الزمن، مع الكلمة by في بداية الجملة، يعني عند الساعة 6 كنت أنا جعان لأنه أنا كنت بلعب تنس طول فترة الظهيرة. خلينا نشوف الأسئلة هاي كيف إحنا ممكن نحلها. برضو اللي حابة تحكي تشارك ترفع إيدها. ريما. I was tired as I have been traveling all day. I was tired as I have well I had. I have traveling. I have been traveling. ليش have؟ مش احنا بنحكي ماضي؟ هذا بس had. طب هو ممكن يكون تعب لأنه كان يمشي طول اليوم مثلا. أنا فاهم عليك، بس عندي طالما في عندي في بداية الكلام was، يبقى تسلسل الأحداث حيكون past، فالباست الأقرب، ودرسنا أصلاً عن إيش؟ عن الباست بيرفكت. أوكي خلينا نشوف، أنا ما راح أجاوب عليكم غير لما نشوف الآن كل الإجابات. خلينا نشوف سمر the next one. We were late when we arrived. The game had been starting. ليش had been starting؟ طب هنا في الجزئية الأولى يا سمر كان عندي I was tired في أثر، تمام؟ وأنا تعبان جدا، لكن هنا we were late when we arrived the game. Sorry we were late، كنا متأخرين. When we arrived the game، لما وصلنا كانت المباراة، يعني كانت المباراة قد بدأت. يبقى إيش أنا هقول؟ كانت قد بدأت. Had started. Yes. طيب خلينا نشوف number three. صحر. ما بدها صحر في ريال، خلينا نشوف بالريال. When we rang, Lena answered. يعني تمام بكل بساطة when we rang لم when we rang sorry هنا بدنا نحطها في ال past simple طبعا يا جماعة، حتى يمكن هتلاقوها على المودل أنها قديمة شوي المودل، هتلاقوها محطوطة إيش شوي بس. Yes, when we rang. بنعدلها. When we rang, Lena answered. يعني لما رنينا لينا ردت يعني على الجوال. تمام اوكي. اوكي
past tenses and the passive. وهي تقريبا يعني آخر نقطة معانا اللي هو زمن الماضي في الـ الباسيف اللي هو المبني للمجهول. خلينا نشوف ايش النقاط اللي حنتطرق لها في هذا الزمن او هاي النقطة. The past tenses and passive بشكل عام, the uses of the past tenses are the same in the passive as in the active. حكينا احنا الازمنة استخدامها في الباسيف والاكتيف واحد ما بيتغير, ونفس الكلام هنا. يعني بستخدم الباست سيمبل عشان احكي عن حدث منتهي في الماضي سواء اكتف ولا باسيف, نفس الاستخدام سواء مبني للمجهول او مبني للمعلوم نفس الكلام. We form the past simple passive using, بنشكله باستخدام ايش اللي هو المبني للمجهول الماضي البسيط, was او were زائد التصريف الثالث بكل بساطة. The new library was built in 2010. بنيت في 2010. المكتبة الجديدة بنيت. مين اللي بناها؟ ما بيهمني الشخص اللي بناها. فاستخدمنا built اللي هي past participle. بعد was لأنه new library اللي هي مفرد فبتاخد was. ففينيشد اكشن ان ذا باست حدث منتهي في الماضي. وي فورم ذا باست كونتينوس باسيف. الان بالنسبه للماضي المستمر المبني للمجهول طبعا بنستخدم واز او وير زائد بينج, وهذه بينج ثابته زائد الباست بارتيسيبل. طالبة حتقف وتقول لي طب احنا كيف بدنا نعرف انه هنا بدنا نستخدم باست سمبل؟ نفس الكلمات الداله تبعت الباست سمبل بستخدمها للباسيف والاكتيف. طب كيف بدي اعرف انه باسيف او اكتيف؟ بكل بساطه يا جماعه, اذا كان الفاعل هنا فاعل حقيقي مش في هيئه مفعول به فبالتالي حستخدمها, يعني حيعتمد على المعنى بشكل اساسي. لو كان عندي الكلمات اللي بتدل على الباست كونتينوس زي وين وايل بستخدم باست كونتينوس باسيف. The museum was being renovated when I visited. إيش يعني؟ إنه المتحف كان بيتم عمل اللي هو كيف أجيب لكم إياها؟ يعني بيعملوا له تجديد, تمام؟ The museum was being renovated. كان يتم يعني تجديده لما زرت او عندما زرته. ففي الوقت اللي انا زرته كان بتعمل له ايش تجديد, فهذا interrupted bus activity. هنا حدث وقطعوا حدث اخر اللي هو زيارتي قطعت تجديد في نفس الوقت, هم بيعملوا له تجديد انا زرتهم. We formed the past perfect passive using, يعني بنستخدم او بنشكل الباست بيرفكت باسيف باستخدام هاد بين زائد الباست بارتيسيبل. يبقى لما اقول هاد بين وتصريف ثالث يبقى هنا انا بستخدم باسيف, فبقول I didn't see Tina because she had been delayed at the airport. had been delayed هذا باسيف يا جماعه. لكن بدكم تلاحظوا لما اقول هاد بين مثلا playing هنا صار past perfect continuous مش passive. لكن لما اجي تصريف ثالث had زائد been زائد تصريف ثالث هنا past perfect passive. I didn't see Tina because she had been delayed at the airport. يعني كان قد تم تأجيلها او تأخيرها في المطار. One action before another action in the past. انا ما شفتها لانها هي تم تأخيرها. فالحدث اللي صار هذا هو الحدث الأول, بعدين أنا عشان كده ما شفتها. وانتوا بتعرفوها because بيجي السبب بعديها وسو قبليها اللي هي سوري النتيجة قبل. complete the two sentences. وشايفين بين قوسين هنا كتب لكم ايش الأحداث هاي عشان تعرفوا تستخدموها. خلينا نشوف مين حابة تحكي تجاوب السؤال هذا. يا ريت اللي حابة ترفع ايدها.
فيش حدا حابة تحكي؟ تسنيم ماهر، ياس تسنيم. هان the office was reverted when we arrived. طب ليش مش احنا قلنا لك interrupted؟ بنحط being. ايوه was being. ايوه بنحكي عن past continuous عشان حدث انقطع. تمام. نمبر next one the office. خلينا نشوف مين. دانيا منحكي the office had been repainted when we arrived. Had been repainted when we arrived. بكل بساطة لأنه هو action one action before another action in the past. حدث صار قبل حدث آخر. هم كانوا قد دهنوا المكتب، يعني دهنوا وخلصوا منه لما أو عندما وصلنا. وبهيك إحنا بنكون خلصنا محاضرة اليوم. إذا حابين ممكن إحنا الآن نأخذ نشاط، يعني سؤال هيك كيف ممكن الأسئلة تيجي على الأزمنة هاي. إذا حابين، مش حابين وحابين ننهي المحاضرة ما فيش مشكلة، إيش رأيكم؟ لا أكمل يا دكتور. يا دكتور أعطينا. طب تمام خلينا أنا الآن. تمام تمام ممتاز كويس. اوكي خليني افتح لكم ملف في قواعد. يا ريت بس نطفي المايكات يا جماعه. يونت 3 اوكي. اوكي. تمام ظاهر الآن أمامكم اللي هو عدة أسئلة على الوحدة الثالثة. طبعا هذه الأسئلة مهمة يا جماعة حتى على صعيد الاختبارات النصفية والنهائية، يعني ممكن أجيب منها، يعني ضروري لو ما بدكم إياهم ترجعوا لهم، لأنه هدول الأسئلة النوعية ما بنزلها على المودل. طبعا انتم عارفين ليش، حكيت لكم المره الماضيه حتى اجبر بعض الطلبه انه يحضر المحاضره. طيب خلينا نشوف السؤال هذا. Complete the sentences with the correct form. دائما اقرا السؤال، اكتبوا التركيبه الصحيحه للفعل في الماضي البسيط والماضي التام فقط، يعني ما بدي احط ماضي مستمر نهائي. خلينا نشوف السؤال الاول. مين حابة تشارك؟ يا ريت يا جماعة بس لو في حدا يعني من الطالبات بتحكي ما يعني تردها. تمام؟ اوكي وانس هذا مش حاسس. اوكي طيب انا مش حشوف الاسماء اللي بدهم يشاركوا، فياريت انتوا ايش او خلاص خليني شوية الحين بدبركم. مين حابة تشارك؟ مش شايف حدا رافع ايده. الثانية it was hot in September. طيب but August was ايوه even hotter. طب ليش؟ أنا الثانية مش عارفها بس الأولى عرفتها. تمام الأولى واضح صحيح. It was بس hot in September but August had been. طب ليش had been؟ إيش هذا الشهر؟
شهر 8 وهذا شهر ايش؟ شهر 9. يبقى 8 قبل 9، يبقى هذا الحدث قبل الحدث. شهر 8 قبل شهر 9. ايوه بالضبط، تمام. تزيد نمبر 3. اه صح. خلينا نشوف سحر ابو مهدي نمبر 3. When I saw her, her hair was wet because she had gone swimming. هو هنا خدعوك شوية، بس هي صح سو هنا، ولكن هنا يا جماعة بدنا نقول she had been swimming. طبعا يا جماعة التصريف الثالث من go في كتابكم بيقولوا انه التصريف الثالث بين، وفي فرق بين gun وبين. طيب وين؟ ايش الفرق؟ ايش الفرق يا جماعة بين gun وبين؟ بكل بساطة عشان اريحكم، gun من هذه الفعل الثالث من go. بين لا من الفعل الثالث صح؟ من وبين وبين يا جماعة برضو الفعل الثالث من go. بس طلع علي الآن gun ذهب ولم يعد، خصوصا مع الباست بيرفكت والبريزنت بيرفكت، ذهب ولم يعد. لكن بين ذهب ورجع، فإحنا لما نحكي عن الماضي her hair was wet because she had been swimming، هي سبحت، ولكن هل هي راحت تسبح وما رجعتش يعني؟ أيوة بين ذهب ورجع بالضبط، بكل بساطة عشان كده استخدمنا بين. نمبر 4 خلينا نشوف تسنيم ماهر. I'm sure they I am sure they هان بنحكي had had an argument before they arrived. طب انت يعني هنا بس had يعني باص سمبل استخدمتي؟ لا هان had 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 ايوه had had an argument. أيوة. الفعل الرئيسي had والفعل المساعد يعني. والتصريف الثالث من have had. هان بنحكي باست بيرفكت لأنه هان إشي سبق الثاني. وهناك بنحكي قرب. هيا كلمة before. وبدي أعطيكم قاعدة دائما كانوا الأساتذة يقولون إياها. After. Before. إيش هاي القاعدة يعني؟ قالوا بنستخدم الباست بيرفكت اللي هو الماضي التام قبل سوري بعد after وقبل before. هاي كلمة before استخدمته قبلها، تمام؟ لو لقيتوا كلمة after تستخدموها بعدها الباست. دكتور عيدها شوية. طيب الماضي after before الماضي التام بستخدمه قبل before، ماشي؟ وكمان بستخدمه بعد after. هاي كلمة before after. أيوان قبل before وبعد after، يعني الأمر بسيط، كل الزمن بسيط، كل اللي انت عندك كل المساق بسيط. أوكي خلينا ننتقل لنقطة ثانية. مثلا هنا بدي ياني استخدم الاكتف والباسيف. خلينا ناخذ على قد يعني اول اربع جمل. الاولى جوناثان واز ديسمس فروم هيز جوب بيكوز هي هاد بين رود تو هيز بوس. هو كان وقح مع مديره فبالتالي تم طرده، واز ديسمس. هنا جوناثان هو الشخص اللي مفعول به، هو اللي تم طرده، عشان كده استخدمت passive. طيب خلينا نشوف نمبر 2. اول دير بالكم فيها تحدي شوية هاي، بس سهلة مش صعبة. يلا نمبر 2 who would like to do. تسنيم او سحر. تسنيم ورجين تسنيم. طيب سمر بريزيدنت تومسون تومسون يس تومسون واز مت
Yeah, بالضبط. Yes. Was met at the airport. يعني تم مقابلته. ما فيش شيء تاني يدل لي انه اي زمن تاني استخدم. وكمان السؤال ايش بقول لي؟ Complete the sentences with the correct past simple. يا active يا passive بس. Next. مين عندي هنا؟ ألا؟ When he was young, Rod said we worked at a cemetery. هنا بسم بالعادي active مش بس. بالضبط، لأنه في عندي الفاعل الحقيقي موجود اللي هو رود ستوارت. أوكي، نمبر فور. They not wake up by the terrible storm. خلينا نشوف صح. They didn't wake up. ممكن wake up. They لأنه فعل حقيقي. طب مش عندي هنا I by. آه. طب إيش حيكون يبقى؟ تكون بسف بس حسيت المعنى مش ظابطك. أيوة يبقى they weren't. ممكن. يعني لم يتم ورنت. they weren't. yes. لم يتم ايقاظهم يعني العاصفه الفظيعه لم توقظهم. وبهيك بنختتم يعني محاضرتنا بالاسئله هاي. طبعا هي عندكم اسئله كثير برضو، هذه مهمه. كل التوفيق لكم، وان شاء الله يوم السبت حيكون في اختبار، حبعت لكم اختبار قصير، حبعت لكم رسالة يوم الجمعة إنه في عندكم اختبار يوم السبت إن شاء الله. يعطيكم العافية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إيه أكيد، بالقواعد فقط يا جماعة الاختبار. ودائما إن شاء الله طالما متاح الجوجل ميت حنستخدم الجوجل ميت بإذن الله. بالمناسبة ما فيش داعي تكتبوا أساميكم هنا، لأنه هنا بيحمل لي قائمة حضور بأسماء الطلبة بشكل يعني دائم. تمام، يعطيكم العافية. الكويز يا جماعة بالقواعد تبعت الوحدة هاي، بكل القواعد طبعا. بالنسبة للنصفي وجاهي يا جماعة، حكينا من زمان انه النصفي وجاهي وخلص. يعطيكم العافية.